وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك. ينظر الإنسان إلى تلك الصحف وهو يرى أنها قد دونت عليه صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيسرك يا عبد الله أن ترى في صحيفة سيئاتك غيبة أو نميمة؟ أيسرك أن ترى في صحيفتك أنك ممن يستمع الغناء؟ أيسرك أن ترى في صحيفتك أنك ممن زنى أو ممن شرب الخمر؟ أيسرك أن ترى في صحيفتك الربا؟ أيسرك أن ترى في صحيفتك الرشوة؟ أيسرك أن ترى في صحيفتك الغش في المعاملات في البيع والشراء؟ أيسرك أن ترى في صحيفتك الأيمان الفاجرة؟ أيسرك أن ترى في صحيفتك اللعن والسب والشر؟ أيسرك أن ترى في صحيفتك عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو سوء الجوار أو الظلم لإخوانك المسلمين من حولك في قليل أو كثير؟ حاسب نفسك اليوم. أيسرك أنه قد فقد من صحيفتك صلاة الجماعة ولو فرض في اليوم أو في الأسبوع؟ أيسرك أن يفتقد من صحيفتك أنك ممن يتلو القرآن تنظر فلا تجد أنك تال للقرآن ولا تجد أنك ذاكر لله ولا تجد أنك ممن يستغفر الله الاستغفار المطلوب إلى غير ذلك؟ حاسب نفسك اليوم. حاسب نفسك اليوم يا أيها الإخوة. إن الموقف بين يدي الله عز وجل عصيب. إن الموقف بين يدي الله شديد. إنه موقف يستقل الصالحون فيه أعمالهم. لا بل الأنبياء يوم يأتي الناس إلى آدم ليطلبون منه الشفاعة يقول لست هناكم إنني أكلت من الشجرة. اذهبوا إلى غيري. ويأتون إلى نوح فيقول لست هناكم إني دعوت على قومي دعوة. ويأتون إبراهيم فيقول لست هناكم إني كذبت ثلاث كذبات. اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم إني قتلت نفسا. نعم فيستقل كل نبي عمله ويرى أنه ليس مؤهلا للشفاعة بسبب ذلك الذنب الذي عده ذنبا. نعم أيها الإخوة. فكيف بنا نحن الذين أحسننا حالا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ هؤلاء أحسننا حالا فينبغي أن نرتب أنفسنا ترتيبا صحيحا وأن نستعد للقاء الله عز وجل. لا يصير المسلم يعيش حياة فوضى. إن جاء أصحاب المعاصي استعد أن يكون منهم وإن جاء أصحاب الطاعات استعد أن يكون منهم. وإن كان وحده لعب كما يشاء وفعل ما يشاء من الطاعات أو المعاصي ويخلطها خلطا هكذا. لا ينبغي بل ينبغي أن يكون المسلم عاقلا لبيبا يحاسب نفسه اليوم ويعلم أن الله مطلع إليه وناظر إليه وقال